السلام عليكم، يا مساء الفل، اهلا بيكم وحلقه جديده مع اسامه. هنتكلم فيها عن مباراتين. المباراه الاولى كان موجود فيها الكابتن امين عمر حكم ساحه، الكابتن وائل فرحان حكم فيديو، نادي الزمالك فريق طلائع الجيش. المباراه خلصت لصالح نادي الزمالك 2-0، بس كان عندنا 3 اطراف. اعرفوا انتم مين كان بيلعب مين، ومين كان منافس مين، ومين كان داعم لمين. المباراه الثانيه كانت زي اي مباراه اتلعبت حتى هذه اللحظه في الدوري المصري بين فريقين، وفي تحكيم بيحاول يمنح العداله للفريقين او بيحاول يطبق العداله على الفريقين، اللي هي مباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي. ده الفوز الاول للنادي الاهلي على البنك الاهلي، لان الدور او الموسم الماضي النادي الاهلي تعادل في مباراتين، المباراه الاولى ذهابا في اسكندريه في النوه 0-0، والمباراه الثانيه ايابا 1-1. والنهارده النادي الاهلي بيفوز ب1-0 باداء مختلف تماما عن اداء النادي الاهلي امام الاسماعيلي. عشان كده من هنا حابب اشيد بفريق البنك الاهلي وبالكابتن خالد جلال، اللي قدر مع طريقة الاهلي 3-4-3 انه يلعب بثلاثة نفس القصة، ويقدر يعني يلعب كومباكت بشكل كبير جدا ولو بلوك بشكل كبير جدا. واتمنى سياسته تكون في المباريات الكبيرة امام الفرق الكبيرة ما تكونش تكون بالشكل ده، لان فكرة مباراه بتفتح فيها الخطوط فبيتعرض فيها لهزائم ثقيلة. ولكن النهاردة امام النادي الاهلي كان قادر يقفل خطوطه بشكل كبير جدا الى ان اتى هدف من المباراة الاول والوحيد للنادي الاهلي. يعني نتكلم عن اهم ايجابية في مباراة اليوم من وجهة نظري غير ال3 نقاط وصدارة البطولة، هو فكرة التسديد من خارج ال18. لعبنا 3-4-3 ثم لقينا الامور مش على ما يرام، لعبنا 4-2-3-1 لما نزل محمد شريف مكان محمد هاني، وراح اكرم توفيق يلعب 4-2-3-1 وطلع حمدي فتحي للامام. فلعبنا بالطريقة المعروفة المتبعة للنادي الاهلي خلال السنوات الماضية، و قدر حمدي فتحي يتواجد في مناطق الخطوره ويسدد تسديدات. لكن قبل حمدي فتحي بقى في حريه لعمرو السوليه، ومن تسديده على المرمى قويه في اون تارجت، المهم اون تارجت، غيرت اتجاهها بشكل شويه فقدر الزنفولي يتعامل معها ان هو بس يحط ايده فيها. وطبعا محمد شريف اللي كان نزل مكان محمد هاني قدر يسجل الهدف الاول، اشارته طبعا ان هو مش شايف ومش سامع. انا قلت هنا ان محمد شريف بتحصل ليه ازمه في بدايه الموسم مع فكره وجود منافس ليه. انا اتمنى الثقه اللي احتفل بيها دي تكون ثقه عن جداره، وانا اتمنى ده، وتبقى عارف ان صدقني انت مهاجم مصر الاول، فيش مهاجم داخل الدوري المصري حاليا افضل من امكانياتك، ولكن ركز على الجوانب النفسيه وتكون قادر على ده، وواثق ان انت في اي وقت هيتم الدفع بيك تنزل تادي المطلوب منك، وتبقى عارف ان في محاوله راحتك في بعض المباريات ده هيعود عليك بالفايدة انت كمحمد شريف على مدار موسم كامل. النهاردة بتبدأ مشوار اهدافك في الدوري، منتظرين هداف دوري مرة تانية على التوالي ان شاء الله من محمد شريف، ولكن ده يكون عن طريق التدريب. قعدت احتياطي، لعبت اساسي، لعبت وطلعت بعد 60 دقيقة بعد شوط اول، بعد الكلام ده كله اتعامل مع الامر ده ان كل لعيب النادي الاهلي حاليا نجوم. الخط الامامي الان اصبح يمتلك عدد كبير من النجوم، كان حسين الشحات اساسي، كان طاهر محمد طاهر بيلعب اساسي، دلوقتي حسين شحات للمباراه الثانيه على التوالي بينزل يشارك في الدور في الشوط الثاني، احمد عبد القادر بدا ياخد مكان، عمار حمدي بدا ياخد مكان، طاهر بدا يبعد، طاهر هيجي له وقت وممكن يدخل ثاني. كل ده لازم شريف تفكر فيه عشان ما تقعش ثاني في ازمه او متلازمه والتر بواليا اللي حصلت العام الماضي. لكن عجبني الاحتفال واتمنى الثقه دي تدوم. نروح بقى لفكره، طب هو كده هل طريقه 3-4-3 فشلت فما نقدرش نكررها تاني؟ مش عايزين نفكر بالطريقه دي، ولكن نفكر بجانب ايجابي اخر، ان هو عندك دلوقتي سكواد تقدر تغير طريقه اللعب من 3-4-3 ل 4-2-3-1، وده اللي اتكلمنا فيه. ويمكن في حاله الخط احمر الاهلي خط احمر بالامس احنا طرحنا سؤال ايه الطريقه اللي ممكن يلعب بيها بيرسو موسيماني، كنا عايزين نوصل من ورا السؤال ده ان انت عندك سكواد يقدر يلعب اي طريقه. الاهم كمان انت قادر تغير في المباراه الطريقه من طريقه لطريقه او من طريقه لعب لطريقه لعب، والفورميشن يختلف على ارض الملعب وتحقق نتائج ايجابيه. لكن من وجهه نظري الشخصيه اهم نتيجه ايجابيه هي التسديد على المرمى من خارج ال18. الهدف بدايه تسديده قويه من عمرو السوليه، الكره اللي ارتطمت بالقائم من حمدي فتحي كانت من خارج ال18، تصويبه من حمدي فتحي ايضا تصدى ليها حارس المرمى. النهارده حمدي فتحي يعني بدا يستعيد كتير جدا من مستواه، وكمان تفاعله على المرمى النهارده 5 تسديدات لحمدي فتحي، 3 منهم اون تارجت، ولولا التوفيق كان ممكن حمدي فتحي يسجل هدف في مباراه اليوم، وكان في مباراه الحرس الوطني سجل هدف من خارج ال18 من تصويبه. فلازم نركز على التصويب اللي افتقدناه الموسم الماضي بشكل كبير جدا. مستوى علي معلول
مش هو ده علي معلول اللي احنا عارفينه. علي معلول النهارده فقد الكره او عمل تمريرات خاطئه، ميس باص 21 تمريره من اصل 80 تمريره، يعني تقريبا تخطى ال 25% من التمريرات خاطئه. فده لازم يا اما يكون في راحه لعلي معلول، ويا اما ان نركز مع علي معلول بشكل نفسي. يمكن المباراه الماضيه علي معلول الثاني يوم لف بس حوالين الملعب وكده، فمحتاجين المباراه الجايه مباراه الزمالك يكون في تركيز من كل لاعبين. اي لاعب محتاج ان هو الريكفري بتاعه يتعمل بشكل مهم جدا، علي معلول محتاجين تركيزه في الملعب في الملعب في الملعب. مش هقدر اتكلم اكتر من فكره الفوز، بالتاكيد مش سعداء للاداء، بالتاكيد في مشاكل في الاداء، بالتاكيد كمان كان في حاله عدم توفيق. حتى بيرسي تاو وميكسوني ما قدموش الاداء المنتظر النهارده، حتى حسين الشحات مع احمد عبد القادر كان قدم مباراه جيده، او الوقت اللي نزله في مباراه الاسماعيلي بشكل جيد جدا. يمكن عمار حمدي هو اللي منحنا نقطه مفتقدينها، وهي دي سلبيه مهمه جدا في المباراه، هي فكره الضغط على حامل الكره. عمار حمدي احد اهم مميزاته ان هو لا بيمنع حامل الكره لا الوقت ولا المسافة، يعني عشان يفكر او ياخد مسافة وحرية ان هو يباصي. دايما ضاغط دايما ضاغط دايما ضاغط. النهاردة في الدقيقة 30 حصلت هجمة على النادي الاهلي لا يصح اطلاقا انها تتعمل على النادي الاهلي، ان فريق البنك الاهلي مع كامل احترامي ليه يطلع بالبيلد اب بالشكل ده، يوصل ان هو يهدد مرمى النادي الاهلي في هدف كان شبه محقق من منطقة جزائهم. فلازم نفكر في القصة دي، ولازم وانت بتلعب بيلد اب لازم تحط في اعتبارك ان انا عايز اعمل ده عشان اخلق في الجانب الامامي واحد على واحد، عايز اعمل ده عشان اخلق في الجانب الامامي واحد على واحد، مش بعمل ده لمجرد ان انا بعمل ده وعندي بدر بنون وعندي ايمن اشرف، لا انا بعمل ده عشان اجيب عدد اكبر من لعيب البنك الاهلي خط الوسط عندي، واعتمد على فكرة ان انا دايما بقى فيه واحد على واحد على الاقل، لو ما كانش واحد ده يبقى واحد على واحد، خاصة ان انا بمتلك ايمن اشرف، بمتلك بدر بنون، بمتلك حمدي فتحي، علي معلول، محمد هاني او اكرم توفيق، نقدر نطلع بالبيلد اب شكله كويس، وبالتالي نقدر نركز في فكرة ان قفشة، ميكيسوني، بيرسيتاو، ايا كان مين هو الرابع، يكون في فكرة الواحد على واحد، عشان لما اخلق واحد على واحد تقدر المهارة الفردية والكفاءة الفنية اللي في السكواد اللي موجود في ارض الملعب او في تشكيلة الاهلي يقدر يصنع الخطورة. لكن للامانة احنا كنا النهاردة بنعمل بيلد اب وما بنقدرش نعمل الواحد على واحد، فكنا بنضطر بعض الاوقات للكرات الطوليه. فالنهارده ايمن اشرف مش موفق في الكرات الطوليه، كل الكرات الطوليه اللي طالعه من ايمن اشرف غير موفق فيها النهارده، وكرات كلها ازيد من اللازم واقوى من اللازم، فكان عندي مشكله. ولكن نتمنى نتعلم من اخطائنا، عندنا مباراه مهمه. يمكن انا سعيد ان ده حصل بالشكل ده عشان ما ندخلش مباراه نادي الزمالك بالثقه الجماهيريه الكامله جدا، فيوصل للاعبين الاحساس ده، فتبقى الامور مع تصريحات باتريس كارتيرون اللي بيتكلم في سكه ان الاهلي هو المرشح للفوز، تكون الامور تدينا حاله من الهدوء. لا احنا عايزين حاله من التحفيز، حاله من خلق دوافع جديده، حاله من ان انا داخل مباراة الزمالك للفوز ان شاء الله وتصدر القائمة الدوري. صحفي غريب جدا جدا، يعني تقريبا قضى على كهربا، وان كان ده حصل وان كهربا قال له فعلا يستحق كهربا ان هو يعني تقريبا ما يلازم الدكه، لان السؤال اتقال لبيتسو موسيماني انت ليه ما دفعتش بكهربا مع ان في جلسه تمت بينك وبينه ووعدته بانه هيشارك. لو انا دلوقتي الجلسه دي كانت بيني وبين كهربا على انفراد في نص الملعب والمترجم، فحاله من الاثنين، يا بيتسو موسيماني طلعها، يا المترجم عمرو محب طلعها، يا كهربا طلعها. وبيتسو موسيماني رد بذكاء قال له انت 100 100، انت كويس، انت حد جميل بمعنى المصري كده، يبقى كده انا عندي مشكله داخليه، لان المفترض دي اسرار الفريق والمفترض اسرار الفريق ما تخرجش بره الفريق. فلو فعلا حد من الاثنين الاخرين بقى كهربا او عمرو محب، دي هتبقى يعني صعبه جدا، وتحديدا في النهايه اللي هيدفع ضريبه ده هو اكيد اللاعب. وارد جدا نقول ان استبعاد عمرو محب، دكتور عمرو محب ده مستبعد، لان انا ايه مصلحتي ان انا اقول ان بيتسو موسيماني يعني وعد كهرباء المشاركه. فحتى السؤال بره اطار اللعب، عندنا قايمه 30 لاعب 30 نجم، ما ينفعش ان انا اتكلم عن نجم واقول له انت وعدته بالمشاركه، ما في نجوم كتير هتلعب، كهربا اصلا ما كانش بيلعب اساسي الموسم الماضي. فكره توجيه السؤال لماذا لم يتم مثلا الاعتماد على كهربا في هذه المباراه، هل انت شايف بعد الدفع باحمد عبد القادر وحسين الشحات ان فرص كهربا بتقل في المباراه، لكن تقول اصل في وعد بينك وبين كهربا، فانت كده يا اما بتدعي او بتسال سؤال غلط، يا اما للاسف ممكن تكون واخد كلام من احد الاطراف اللي كانوا في الجلسه، يا اما اصلا الفكره كلها اجتهاد. في النهايه نتمنى من كل لاعب داخل النادي الاهلي التركيز من اجل مصلحه النادي الاهلي،
التركيز من اجل مصلحه النادي الاهلي. في النهايه المدير الفني مش هينفع يضغط عليه، من وجهه نظر هتضغط عليه في سكه تشارك لاعب او يشارك لاعب، بعض المدربين او بعض المديرين الفنيين بياخدوها بشكل فيه عند، حتى لما كان مانويل جوزيه موجود كان فكره ان يبقى بيدرب وبيسمعوا صوت الجماهير بينده على لاعب احيانا بيكون مقومه يسخن يقعده. في مديرين فنيين كده، في مديرين فنيين كده، زي فكره برضو ان ليه محمد محمود بيخرج بره السكواد. ما هو في لعيبه كانت بنتكلم كتير انها بره السكواد وبنشوفها مع انديه تانية ما بتنجحش، فسيبوا الامور تهدى وخلونا الاول نحل مشاكلنا الفنيه داخل الملعب، وان كان يعني نقدر نتجاوب معه ونقدر نتكلم عن المميزات، الفوز بثلاث نقاط، التصويب من خارج ال 18 مهم جدا، ولكن منظومه الضغط محتاجة ان يكون ضغط على الكرة مش تحليق على الكرة. ده بالنسبة لماتش الاهلي والبنك الاهلي. المباراة الاخرى وهي مباراة اثارة الجدل التحكيمي كالعادة مباريات نادي الزمالك. لا انا مش عيان، ده دي الكحة اللي ممكن تشوفها في منطقة جزاء منافس الزمالك فتلاقي الفار بيستدعي حكم الساحة. اللي هيكح من المدافعين اي منافس لنادي الزمالك هيلبس ضرب الجزاء. أدوية الكحة لازم تكون جزء أساسي في حقيبة كل لاعب عنده مباراة مع نادي الزمالك عشان ياخدها قبل المباراة بيومين ثلاث مرات في اليوم عشان يكون صدره نضيف كده، مفيش أي كحة تحصل في منطقة جزائه تجاه أي لاعب من لاعبي نادي الزمالك، لأن الكحة دلوقتي بركلة الجزاء لنادي الزمالك. فحذاري للاعبي المنافسين. طبعا هتوجه الكلام ده للنادي الأهلي، أنا يمكن عملت مسابقة على تويتر، هتتوقع ضربة الجزاء اللي هتتحسب لنادي الزمالك أمام النادي الاهلي في اي دقيقه من المباراه او في اي تلت من المباراه، وهعمل جائزه للمسابقه دي. وبرضه قولوا لي في التعليقات حضراتكم تتوقعوا ضربه الجزاء اللي هتحسب لنادي الزمالك في مباراه القمه في اي دقيقه، في اي دقيقه، لان الامانه احنا بقينا بنشوف دايما ومن زمان الشكل صالح الزمالك. النهارده عمر السعيد تقريبا الراجل كح معاه هو وحمدي الونش، فبس اللي كح بتاع البنك الاهلي، فالفار تدخل وشافها انها لازم تتحسب. رامي ربيع رجله تتهرس عادي جدا في مباراه القمه، فار مين يا عم، ده انا الكابتن محمود عاشور وهو نفسه الكابتن امين عمر اللي في الملعب. فيروح الكابتن امين عمر اللي في الملعب يشوف هو طبعا رايح يبص على ايه، يبص على حركه شفايف او بق اللاعب مدافع طلائع الجيش، كح ولا ما كحش، وكانت كحه ناشفه ولا ايه ظروفها، لا كح، فقال ضرب الجزاء لنادي الزمالك برعاية فرق الأدوية. طيب يا سيدي ماشي خلاص، ده المعيار بتاع حضرتك انت والأستاذ وائل فرحان اللي موجود في غرفة الفار. طيب الأستاذ وائل فرحان اللي أكيد فرحان باستدعاء الكابتن أمين عمر، كان في كرة نفس الكرة يا فندم، ما كانتش كحة بقى مع محمود علاء، مع لاعب طلائع الجيش، والنتيجة 1-0 يا فندم، استدعيه يا فندم، قول له في هنا شوية احتكاكات كده يعني ممكن تؤدي إلى ركلة الجزاء، وارد، ولا دي الاحتكاكات بتعمل حاجة تانية غير ركلة الجزاء. تاني مباراة على التوالي نادي الزمالك لا يستطيع التفرقة بين هو معاه التحكيم ولا التحكيم اللي معاه نادي الزمالك، يعني هل نادي الزمالك معاه التحكيم المصري ولا التحكيم المصري اللي معاه نادي الزمالك. المهم ان في باكج كده بيتاخد على بعضه، والاهم كل التحذيرات للاعبي النادي الاهلي، ممنوع الكحه في منطقه الجزاء خالص، طالما انت مش قادر وعندك كحه وحاسس انت ممكن تكح، اتمنى تطالب بيتسو موسيماني الا تشارك في مباراه القمه. نشوفكم على خير ان شاء الله، سلام.